أحاطت به الشكوك هو نيكولا باسيلي الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة وتحقق معه الشرطة الأمريكية حاليا على خلفية الاشتباه في انتهاكه لقواعد الإفراج عنه. نيكولا باسيلي مصري قبطي مقيم في الولايات المتحدة يشتبه أنه يقف وراء إنتاج الفيلم المسيء. الشرطة الأمريكية قالت إن نيكولا أدين بالاحتيال على مصارف أمريكية عبر فتح حسابات وهمية وتمرير شيكات غير صحيحة، وحكم عليه بالسجن عام 2010 لمدة 21 شهرا على أن يخضع بعدها لخمس سنوات تحت المراقبة. وقد أفرج عنه بكفالة بعد أن وافق على الإدلاء بشهادة ضد زعيم الشبكة التي تعمل في تزوير الشيكات. ومن شروط الإفراج عنه منعه من استخدام جهاز الكمبيوتر في منزله خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 790 ألف دولار. الشرطة في لوس أنجلوس تحقق معه في اتهامات بمخالفة شروط الإفراج عنه، وإذا ثبتت هذه الاتهامات فقد يعود إلى السجن. ويقول مسؤولون أمريكيون إن السلطات لم تحقق في مشروع الفيلم نفسه، فهو لا يعتبر جريمة بموجب دستور الولايات المتحدة الذي يكرس الحق في حرية التعبير. وقد روجت للفيلم شبكة يمينية وعدد من المهاجرين الأقباط ومسيحيون معروفون بعدائهم للإسلام، منهم القس الأمريكي تيري جونز الذي أثار ضجة مماثلة منذ سنوات بعد أن أحرق نسخا من المصحف علنا. عماد الدين همام، العربية. متخصص